قررت الفنانة غادة عبد الرازق انها تبعد تماما عن موسم رمضان 2017 وفضلت انها تاخد اجازة قصيرة. والحقيقة ان الخبر ده بيعتبر مفاجأة، خصوصا بعد التحضيرات اللي بدأتها لدخول الماراثون الرمضاني. وكانت الفنانة غادة عبد الرازق بدأت من فترة تحضير لمسلسل جديد اسمه أرض جو مع المخرج محمد جمعة، لكنها اعتذرت عنه من أيام بسبب انشغالها بتصوير الموسم الثاني من برنامج عرب كاست. وبرنامج عرب كاستنج هو أول برنامج بتشارك فيه غادة عبد الرازق كعضو لجنة تحكيم، وبتختار من خلاله أفضل موهبة في التمثيل بشكل محترم عن كده أو أخف شوية، لأن هما ما فيش حاجة في إيديهم. أنا اكتشفت لما قعدت معاهم إن في حاجات ظروف بره إرادتهم، هم ما يقدروش يعملوا فيها حاجة. فأنا بقول لهم أنا آسفة جدا إني كنت آسف في الكلام، وإني المفروض كنت آخد بالي. ومن ناحية تانية اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق كمان للمنتج أحمد السبكي عن مشاركتها في فيلم أهل العيب للمخرج هادي الباجوري، وده تالت اعتذار في الفيلم بعد ما اعتذرت النجمة يسرى عن نفس الدور، وكمان اعتذرت النجمة منة شلبي عن دورها. وأكدت الفنانة غادة عبد الرازق إنها محتاجة وقت عشان تقدر تختار أعمال فنية جديدة بحرص شديد، وهتفاجئ جمهورها في الفترة الجاية. وآخر مسلسلات غادة عبد الرازق كان في شهر رمضان اللي فات بعنوان الخنكة، وقدمت من خلاله شخصية مدرسة بتتعرض للتحرش من تلميذ عندها في المدرسة. أما آخر أفلام الفنانة غادة عبد الرازق فكان فيلم اللي اختشوا ماتوا، وشارك في بطولته سلوى خطاب وعبير صبري وهيدي كرم، وأخرجه إسماعيل فاروق. كان في زمان حمام شعبي حريم اتحرق، الستات اللي خرجوا عريانين اتفضحوا،